بعد ما اتكلمنا على حلول كتير وعلى القادم وعلى المصارحة وعلى الخطوات، نتكلم على النهائيات والبطولة. البطولة فنية يا كابتن متعتك؟ قبل ما اتكلم على البطولة، انا اتكلم على البطولة تنظيميا طبعا. يعني حدث ولا حرج، احنا قدمنا والدولة قدمت مصر بشكل خلى كل العالم يقول ان مصر قادرة على استضافة كاس العالم. انت استضفت 24 فرقة. اعتقد ان التنظيم والاقامة والملاعب والحاجة اللي احنا المفروض نفخر بها جميعا، والحاجة اللي مش على بال حد ومحدش ذكرها واللي نفخر بها جميعا، ان انت فيه 12 تيم الراوند كايرو، الراوند القاهرة، في حدود القاهرة، منتهى الأمن، منتهى الأمان، مفيش مشكلة حصلت، مفيش حادثة حصلت، قادر تأمن 12 تيم في القاهرة بس. أقول لك كلمة كابتن حد قالها لي، شيء رائع. واحد مشجع امبارح قال لي، أيوه، بس اتبسطت قوي. قال لي الدولة المصرية أبهرت المصريين قبل ما تبهر العالم. طبعا. يعني إحنا وإحنا قاعدين إحنا بنحاول نقنعنا هنعمل حاجة جامدة قوي. بالظبط. إحنا شخصيا اتخضينا. طبعا. طبعا. إيه ده؟ الواحد في قمة سعادته، يعني أنا في قمة سعادتي إنك عملت هذا التنظيم، الإقامة على أعلى مستوى طبعا، الملاعب في 6 شهور ولا 5 شهور بتعمل ملاعب، بتعيد هيكلة الملاعب والاستادات على أعلى مستوى، ملاعب التدريب اهتمام غير عادي بملاعب التدريب. لا يعني أنت دلوقتي قدمت نفسك، عملت الملف بتاعك صح للعالم كله في هذه البطولة صح، ملف تستطيع به استضافة كأس العالم بهذه البطولة صح. وده أنا شايف أن الدولة بذلت جهد كبير جدا، الجهات المختلفة في الدولة بذلت جهد خارق طبعا. وأعتقد أن لولا هذه المؤسسات اللي شاركت في عمل هذا التنظيم ما كانش فيه بطولة، ما كانش فيه بطولة، كانش فيه بطولة. لا ما فيش بطولة بمنتهى الأمان. كابتن انت حضرتك لو رحت الاستاد، انا رحت الماتشات، انا أيوه، انا في ماتشين رحتهم أيوه، مره اولى شمال أيوه، مره اولى أيوه، يمين أيوه، مره أيوه، قعدنا هنا أيوه، دخلنا وتمشينا أيوه. لا يا كابتن الناس، لا الاستقبال الداخليه يا كابتن، ما بنيجي نتكلم دايما على ساكر او الضباط او أيوه، او ونيجي حتى حضرتك تتكلم ايه يعني في ماتش والضحك وكده، لا ان انت تمرن الناس ان حضرتك انك تشوف استقبال الناس ازاي وتفضل ازاي والضحك والهزار ازاي والقصه ازاي، دي مش كده يعني، ما صحيناش الصبح طبعًا. لا طبعًا. ومش موضوع تمرين قد ما موضوع الناس نفسها من جواها الحاجه تنجح. طبعا الناس بتستقبلك وهي فرحانه، ده كلام سليم، الناس عايزه تنجح الموضوع ده ولا هذا المشروع. الحاجه الثانيه يا استاذ سيف، ان تذكرتي نظام تذكرتي ده شيء رائع، دخل مختلف خالص، ده شيء رائع ان انا اعمل هذا النظام، انك تدخل على السيستم عشان ودخل كمان الاي دي وتاخد للانديه وللكره المصريه في اللي جاي، طبعا قصه مختلفه تماما بصراحه.